يمكن لما كنتش طلعت دكتور أمراض نسا أكيد كنت هطلع جنان، بس كانت هتبقى كارثة، لأن مش ممكن وأنا شغال جناني بس أقدر أملك بيت زي ده ولا جنينة حلوة زي دي وعيش مبسوط أنا ومراتي وحبيبة قلبي دينا، ومعانا أحلى هدية من ربنا سليم ابني. سولي راح عند ماما، اصل ماما بتعمل معايا حركه جدعان عشان تسيبني مع دينا لوحدينا النهارده. انا اصلا عملت مفاجاه لدينا اللي ما كانتش عارفه ان انا راجع من مؤتمر الطب امبارح، كانت فاكراني راجع اخر الاسبوع. ماما فهمتها ان سولي وحشها جدا وخدته منها امبارح علشان لما اوصل بالليل نكون لوحدينا، بس للاسف الليله ما مشيتش زي ما كنت عايز خالص. يلا معلش تتعوض. دينا 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 ما ينفعش، انا ممكن اموت فيه. دينا مش بس مراتي، دي كل حاجه في حياتي، انت فاهمني يا احمد؟ دينا عبد الوهاب السيد، اتولدت في الحسين، وابويا وقتها استلف علشان يوزع لحم على الفقراء. قال لي يعني احنا مش فقراء، اصله كان نادر نادر، لان امي ما كانتش بتخلف وما كانش حد عارف ما بيحصلش الحمل ليه، بس انا جيت من هنا وامي بقت ولا الارنبه من هنا، جابت ثلاثه بعد مني، ولدين وبنت، وانا كبرتهم، انا اللي قصيت الشريط.
بتدعاك كويس يا ولية، هي تقضيت واجب 35 سنة بدعاك لك كتفك وعمره ما خف يا عبد الوهاب. هيخف النهاردة؟ البت دعاء عايزة فلوس الدروس، فيه ولا مفيش؟ مفيش. وبعدين أنا ما برتاحش إلا من تدليك إيديكي. يعني أقول للبت ما تروحش الدروس؟ هتسقط عشان تبقى عارف. ما تسقط ولا تتنيل على عينها. أعمل إيه أنا؟ أروح أشتغل رقاصة؟ ما عندك الشحة عيالك ولا ياسر وحايم؟ لا، ما أنا سبت الورشة. سبت الورشة؟ أه. إزاي يعني؟ يعني سبت الورشة، يعني لست وحيد قال الشغل نايم، والورشة ما تستحملش 3 صناعية، فطبيعي يعني مش هيمشي عياله الاتنين وهيخليني أنا. ليه يعني؟ عشان خاطر جمال أبويا يعني؟ دي المصيبة اللي حلت على دماغي. روح اتنيل على عينك، ما أنت طول عمرك فاشل، تلاقيك عملت مصيبة وما انتش عاوز تقول. كلمولي ضيف الكويت، مين فيكم معاه رصيد؟ معناه الزفت. وبعدين مالكش دعوه بضيا، كلمني النهارده الصبح وكان صوته وحش وقال لي ادعي لي ياما، ما لحقتش حتى اساله ماله. مين اللي على جنابك وجنابه؟ ده انا عليا شيكات وقضايا تحبسني العمر كله. اله يخرب بيوتكم. رايح فين يا الحي؟ سيبيه غور في 60 ناهر. ده تكنيله ادم شؤم علينا. يا دينا يا دينا. ايوه بابا، معلش انا كنت بعمل لك الاكل. ومين يا بنتي له نفس ياكل؟ ما تقومي، عاوزه تفك مع بنتنا شويه. تفك يا اخويا، وحتى ماسكك اللي هتفك ركبك اكتر ما يتفك. تعالي يا بنتي، تعالي جنبي، تعالي جنبي. شوف يا دينا يا بنتي، احنا عايشين مع عالم فقر، واقولهم امك والعصابه اللي خلفتها من بعدك، بس انا ما بثقش الا فيكي. قبل امك ما تولدك جاني كده في المنام حاجه عظيمه زي ما يكون ملاك، وقال لي عبد الوهاب انت هتجيب بنت لو ربيتها كويس وخدت بالك منها هتكون سبب سعادتك وفرحك. وانا لسه مصدق لحد دلوقتي، بس انا مش شايف امارات، عشان كده عاوزك لما تروح المحل تطلبي من الاستاذ راضي يسلفنا 2000 جنيه. انا معايا 1000، هنحط 1000 على 2000 ونسدد ديوننا. ما هو انت ما هرضكيش ان انت تشوف ابوك في السن ده يتحبس ويتبهدل في الاقسام والمحاكم. ما تشر عليك يا بابا. الاستاذ راضي بيحبك وبيعزك وبيعتبرك زي بنته، وعمره ما رفض لك طلب. حاضر يا بابا، حاضر. أقول لسليم إيه يا دينا؟ أقول له ماما فين؟ أرجوكي فوقي، أوعي تسيبينا، إحنا من غيرك ولا حاجة. أنت اللي غيرتيني وغيرتي حياتي كلها من أول لحظة شفتك فيها. شرفتونا. طيب هخلص واكلمك. سلام. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أؤمر. وحضرتك صاحبة المحل؟ لا، أنا بشتغل هنا. طب تمام.
بس انا بدور على حاجه كده تنفع هديه لواحده، يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس هي عندها مناسبه سعيده وعايزه اجيب لها حاجه فيري سبيشال. لو اعرف المناسبه انا ممكن اساعد حضرتك، يعني اتجوزت، خلفت، نجحت. لا، سقطت. سقطت وهي دي مناسبه سعيده؟ لا، هي ما سقطتش في الامتحان، هي سقطت في بيبي. بصي، هو الموضوع متلخبط كده شويه، بس هي سقطت في بيبي، هي ما كانتش عايزاها. يعني بغض النظر، يعني هي دلوقتي مبسوطه وفرحانه وانا عايز احتفل بيها. انا مش عارفه حضرتك بتتكلم بجد ولا بتهزر، بس لو بتتكلم جد انا مش عارفه اساعدك ازاي. اصل انا اول مره اسمع عن حاجه كده الصراحه. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي ايه علاقته بالموضوع؟ انا اسمي دينا. حلو وجديد. ايه حلو وجديد دي؟ هو حضرتك جاي تشتري ولا جاي تظبط؟ على فكره احنا محل محترم. في ايه يا دينا؟ لا لا، مفيش حاجه، انا عايز الانسه بس تدور لي على هديه كده ما تقلش 8 عن 10000 جنيه. اهلا وسهلا، اللي تؤمر بيه حضرتك. كرسي بسرعه للباشا يا دينا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا باشا. خير. مساء النور. مش حضرتك برضو اللي جيت من كام يوم عشان تشتري من عندنا الهدايا؟ مظبوط. لو مش عاجبك ممكن نغيرها لك عادي يعني. لا بالعكس، دي كانت حلوه قوي، تسلم ايدك. بص، انا هخش معاكي دخري، تقبلي عزومتي النهارده على العشاء؟ لا طبعا. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ هو حضرتك مرتبطه؟ على فكره انا دكتور وابن ناس، مش حد صايع يعني. وعلى فكره انا ممكن دلوقتي اتعامل مع حضرتك على انك بتعاكسني. ما اظنش بقى ان دكتور محترم زيك هيحب يتسحب في الشارع. امشي بقى عشان ما اعملش معاك الصح. ما انا اقول مش معقول هتيجي تزور عمك لله في لله. هو انا اقدر استغنى عنك وعن نصايحك برضو؟ يا سلام، قال يعني بتعمل بنصايحي قوي يا اخويا. شوف يا كريم، انا عارف كويس قوي ازاي تقدم قلبك على عقلك. ده هو الحب، بس الحب حاجه والجواز حاجه تانيه. فهمني بقى، انت بتحب عشان تتجوز ولا بتحب والسلام عليكم ورحمة الله؟ والله بحب وعايز اتجوز، وعايز اتجوز دينا تحديدا. ما اصل كمان البت معذورة ولازم ما تصدقكش.
لا حول ولا قوة إلا بالله، زائد الفرق اللي بينك وبينها ده يخليها تتشكك في الأمر كله. أنا عارف كل الكلام ده، بس أنا قولي المفروض أعمل إيه؟ دي مش راضية حتى تديني فرصة أبين لها إحساسي شكله عامل إزاي من ناحيتها. ومش هتديك الفرصة، واضح من كلامك إن البنت متربية وكرامتها في السماء. أيوة. شوف، أنت تاخد بوكيه ورد شيك وحلو وتعزمها على العشاء في مكان هادي ورومانسي وتفتحها في الجواز على طول. أي كلام غير الجواز مش هتسمع لك، وفي نفس الوقت لما تسمع هي موضوع الجواز الدنيا كلها هتتفتح لك، البلد كلها تحب حكايه الجواز دي موت زي عينيها. انت متاكد يا عمي؟ اسمع كلام عمك واعمل اللي انا بقوله لك بالظبط. حاضر. ده اللارج، اتفضلي. انت تاني؟ قولي يا عاشر. ما بعدش والله. عاوز ايه؟ عايز اشتري هدية. عاوز مني ايه؟ حد يخلقك بس شوية. اولا هابي فالنتاينز دي، ثانيا انا بقالي 3 اسابيع بحاول اكلمك وانت مطنشاني خالص، بس المرة دي بقى انا مصمم. بقولك ايه، ينفع اشوفك بعد الشغل؟ عايز اقعد اتكلم معاكي في المدينة، ولو يا ست الكلام ما عجبكيش اوعدك انك عمرك ما تشوفي وشي تاني. يا اهلا يا اهلا يا باشا يا اهلا. ما يخليك، خلي بالك من الاستاذ يا دي. ها قلت ايه؟ قلت اتفضل امشي من هنا. طب بقول لك ايه، في محل جنبكم هنا اسمه بول، انا هحجز ترابيزه واستناكي. ما تاخرش بقى. انا شايفه على وشك كده ابتسامه فرحه، لا تكون فاكر نفسك جبت رجلي ولا حاجه. انا جايه بس عشان اقول لك انك بقيت حاجه مزعجه جدا في حياتي، وانه ايا كان اللي هتقوله انا مش موافقه، ولو ما بطلتش تطاردني وديني لاقول لاهلي، ومش بعيد كمان اعمل لك محضر. هي الدنيا سايبه ولا ايه؟ خلاص خلصت كلامك. اسمعيني بقى، انا اسمي كريم عابد، دكتور امراض نساء، وبصراحه انا بتاع بنات، بحب البنات الحلوه اللي زيك كده، بس طريقتك وشخصيتك خلوني ما افكرش في اي حاجه غير فيكي، وبقى عندي استعداد اعمل اي حاجه بس عشان تبقي ليا. ابقى ليك؟ يعني ابقى ليك؟ انت فاكرني ايه يا استاذ؟ اهدي بس من غير عصبيه. انا عارف كويس ان انا بتكلم مع واحده محترمه وبنت ناس، علشان كده بقول لك انا عندي استعداد اجي اقابل اهلك واتقدم لك. انت بتقول انك ما شاء الله عليك دكتور قد الدنيا، واللي معاك بره دي مش عربيه، دي مركب فضائي. هتبص لواحده بقى ليه من توك توك للميكروباص ومن الميكروباص للتوك توك؟ انت عايز تجنني؟ بص انا هقول لك حاجه من غير ما اضحك عليكي، انا لما شفتك فكرت يعني ان احنا نقضي مع بعض وقت لطيف كده وخلاص، لكن لما شفت قد ايه انت محترمه وحافظه على نفسك وكرامتك، لقيت انك ممكن تبقي افضل زوجه ليا. يعني فرقش معاكي كتير قوي الفلوس اللي انا صرفتها في المحل، ولا عربيتي بسبور، ولا مظهري، مع ان الحاجات دي بتوقع بنات كتير قوي، ما بيركبوش الا اغلى العربيات، وبيصيفوا كل سنه تقريبا في اوروبا، ومش ناقصهم ولا حاجه. طب بذمتك الاقي فين واحده باحترامك ده؟ بصي انا عايز واحده تصوني تحفظ غيبتي، والاهم من ده كله ان اعرف احبها، وانت من النوع اللي انا اعرف احبها. كلامك حلو قوي، بس ما يتصدقش، انت مجنون؟ طب هابي فالنتاين. كيف
كريم. مساء الفل يا كبرنا. مساء الفل يا حبيبي. اتفضل يا حبيب عم، اتفضل. ها طمني، سبع ولا ضابع؟ سبع سبع يعني. اكيد زي عمو. اتفضل يا حبيبي. اشوفها اشوفها وابوسها بين عينيها. بنت الايه اللي خلتني اشوفك مرتين في يوم واحد؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ بص يا باشا، انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه، والنتيجه طلعت ايه من الاخر؟ شو قلت لك؟ قلت لك خبره. انا قديم يا ابني. باشا. المهم ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ قول لي بقى المفروض اعمل ايه؟ فيه بالظبط؟ فمي اكيد طبعا مش هتوافق، وهتقعد تقول لي العيله والمستوى الاجتماعي، ما انت عارف كلامها. شوف يا كريم، انت تفهم نبيله من اول لحظه، الموضوع ده غير قابل للنقاش الطويل، انهي الموضوع بقرار حاسم وجريء منك انت. ولو شغلت لك بقى اسطوانه العيله زي ما انت فاهم، ما انتش غريب، ما انت عارف عيله ماما. كانوا ناس يلا، كانوا ناس طيبين وخلاص، يعني مش زي عيلتنا. كفايه خالك واجدي الله يرحمه. كان عاطل وما كملش تعليمه كمان. ربنا يستر بس وما توقفش فيها. شفنيش مجنون؟ مجنون وستين مجنون كمان. ازاي تفكر حتى انك تتجوز واحده من المستوى ده؟ بص لنفسك، بص حواليك، شوف الفيلا اللي انت لسه مشتريها بملايين. معقوله؟ معقوله تقعد واحده زي دي فيها؟ مالها دينا يعني؟ ما هي بنت معاها شهاده جامعيه، وابوها راجل موظف، وامها ست بيت، جرى ايه يعني؟ واخوها اللي بيشتغل ميكانيكي، اخباره ايه يا دكتور؟ فكر شويه، لما يبقى عندك اولاد مين هيبقى خالهم؟ مع احترامي طبعا، بس عيله حضرتك كانت اقل كتير من مستوى عيله بابا الله يرحمه، وده مش عيب طبعا. ومتهيألي كان ليا خال عواطلي امه ما اخد شهاده، الدنيا ما تهدتش يعني. الله يرحمه. بس في فرق، احنا اولاد اصول. ما كناش اغنياء زي عيله ابوك، لكن ولاد ناس. لا اله الا الله، يعني هم يعني اللي ولاد 60 في 70، ما هم ولاد ناس برضو. بص يا ماما، انا فكرت كتير قوي في الموضوع ده، انا عرفت بنات كتير جدا على جميع المستويات، لا شفت في ادب ولا اخلاق دينا. ماما انا هتجوزها، يعني هتجوزها. يلا يا ماما. ايه ده؟ اوعى تقول اننا وصلنا. ايوه وصلنا. ده بيت عروستك يا كريم؟ يا ماما احنا هنعيده من اول تاني. ايوه يا حبيبتي هو ده. يلا بقى. هيسامحني حبيبي. على مهلك على مهلك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احنا زرنا النبي النهارده. طب والله والله احنا متشرفين بالنسب ده، بس انا كمان مديكوا جوهره. اي والله يا حاج ام كريم، ست بيت وتربيه واخلاق، جوهره فعلا. اما اتولدت كان نفسي اسميها جوهره، بس امها بقى ما رضيتش. ما شاء الله باين عليها، ده حتى الدكتور كريم دايما بيشكر لي فيها. امال الاموره الصغيره بقى بتدرس ايه؟ دعاء بنتي داخله معهد فني تمريض ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي. ربنا يخليك يا استهاني. طب نقرا الفاتحه بقى. يلا.
اي حاجه هم محتاجينها انا متكفل بيها. ربنا يخليك ليا يا كريم، انا بتهيالي مفيش حد في الدنيا دي كلها دلوقتي مبسوط قد. صحيح في حاجه حصلت يوم قرايه فتحتنا كده نسيت اسالك عليها. حاجه ايه؟ ابن خالد عبد الله ماله؟ حسيت كده انه مش بلعني، مش حاببني، كمان متهيالي انه ما قراش الفاتحه معايا. بص يا كريم، انا ما احبش يكون في حاجه انا مخبيها عنك او حاجه ما تعرفهاش عني. عبد الله كان عايز يخطبني بس الكلام ده من زمان، وابويا ما وافقش عشان صايع وضيع وملوش مستقبل، ويمكن الموضوع ده يعني يكون لسه مأثر عليه. لا ثانيه واحده، انت كنت موافقه عليه ولا ايه؟ لا طبعا، بقول لك صايع وضيع وملوش مستقبل ومش الشخصيه اللي انا ممكن ابص لها خالص، بس في الاول وفي الاخر ابن خالتي ومتربي معايا. تفتكر يعني هو لسه بيحبك؟ لا انسى الموضوع ده، بقاله سنين وكلنا نسيناه، وانا كمان مش عايزاك تحطه في دماغك يا كريم. اصلا هو كده كده ابو اسكندراني وعايش في اسكندريه وما بينزلش مصر كل فين وفين، يعني مش هتشوف. تمام، اقول لك بقى على الخبر الحلو اللي انا كنت وعدت بيه. ايوه بقى، خلينا في الاخبار الحلوه، انا مستنيه من الصبح. قول. بكره هعدي على باباكي واتفق معاه ان فرحنا هيبقى الشهر الجاي. بجد يا كريم؟ بجد. مش ممكن اللي خلى ماتش ميسي على طريقه مارادونا 86 لها تاريخ، من قال التاريخ لا يعيد نفسه؟ غالط على طول الخط، ميسي كرر التاريخ. انت ليه يا حبيبتي مصممه ان ما يبقاش في شغاله؟ على فكره لما تولدي هتحتاجي حد يساعدك. يا كريم يا حبيبي، انت ناسي ان انا متربيه في بيت كان فيه ام بتعمل كل حاجه بنفسها، وبعدين ادخل واحده غريبه تعيش معانا بتاع ايه؟ بس الكلام ده في شقه مش في فيلا طويله عريضه زي اللي احنا عايشين فيها دي. اي نعم انت مش مخليها محتاجه اي حاجه، بس انت بصراحه بتصعبي عليا. بشوفك يعني عماله بتجري في الفيلا توضيب وتنظيف، ده في حد ذاته شيء صعب، ما بالك بقى وانت حامل. طب هو انا يعني كنت جيت اشتكيت لك ولا مره قلت لي يلا نقعد مع بعض ولا نخرج قلت لك لا اصل انا تعبانه ومش قادره؟ مين بيتصل؟ لا ده رقم معرفش مين، يمكن عايز يعكس في العياده ولا حاجه. طب ما ترد. لا هو رد ليه؟ ما في حد قاعد هناك هو اللي بينظم مواعيدي كلها. بقول لك ايه؟ فكري بس في موضوع الشغل ده، انا هنزل شويه اقعد في المكتب. ايوه يا هبه، انا مش قلتلك ما تكلمنيش وانا في البيت؟ كان كفايه قوي مسج، وانت كمان وحشاني جدا. بكره هحاول بكره كده اخطف ساعتين وعدت عليك. ماشي يا حبيبتي، love you too، باي يا حبيبتي. باي باي. سوري معلش قفلت في وشك، دي مكان الجنبي. وحشتك قد ايه؟ طب قولي لي بقى سؤال سريع كده، انا لو قلت لك دلوقتي الدنيا عندك تبقى امان؟
اصل يا ماما مش عايزه ابين قدام دينا ان انا متضايق من موضوع الشغاله ده، بس ان انا عارف ان انت بتدوري لنا على واحده، مش عايزه تفهم بس ان ده تدخل منك يعني. قولي لي صحيح، صاحباتك لسه عندك ولا مشوا؟ اصل كل ما باجيلك بيبقوا عايزين يعمل لهم كشف جماعي، علشان كده قلت لك الدنيا عندك امان ولا ايه؟ انا اسف يا دينا، اسف على اي لحظه ضايقتك فيها، ارجوكي فوقي يا رب، يا رب اشفيها يا رب، النبي يا رب قومها بالسلامة يا رب، يا رب اقف جنبنا يا رب. وبعدين يا كريم ما ينفعش كده، أرجوك ممكن جدا تبقى حسابك دلوقتي. دكتور مراد بره، أنا كلمته وحكيت له اللي حصل، تعال نخرج له سوا، يلا. شفت يا مراد، دينا بتروح مني، حياتي كلها بتضيع. استهدى بالله، مش كده مش كده، ان شاء الله هتقوم بالسلام. كريم انت لازم تتماسك وتبقى قوي، فاهم؟ ما ينفعش اللي انت فيه ده ابدا. انت ما تعرفش هي وقعت ازاي؟ لا ما اعرفش، بس كانت بايت عندها واحده صاحبتها، بس اكيد مشيت قبل الحادثه، لان لو كانت موجوده كانت سمعت صوت الوقعه، صوت الوقعه كان جامد قوي قوي يعني. كريم انا اسف، بس انت عارف الحالات اللي زي كده اللي بيكون فيها وقوع من بلكونه او حاجات زي كده بيبقى لازم نبلغ البوليس، لان دي مسؤوليه. انت شايف ايه؟ انا مش قادر اتكلم مع حد بجد، مش قادر. لو سمحت يا دكتور اجل الموضوع ده شويه، ما فيهاش حيل، وكمان مش هقدر اسيبها لوحدها. ما كانتش اخر ولا اول مره تخوني يا كريم، دي كانت ابسط مره، بس كلكم بقى والرقاصه الاوكرانيه دي كوم تاني خالص. عارف ليه؟ علشان شفتك بعينيا. رقم الأوضة؟ يا بنتي والله العظيم براقب فيه من الصبح. اه في الأوضة فوق. يلا سلام. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. لو سمحت أنا جوزي نزيل عندكم هنا، اسمه دكتور كريم عابد. أيوة يا فندم. هو تقريبا في اوضه 106، وانا كنت عايزه نسخه من المفتاح علشان انا عامله له مفاجاه النهارده، عيد جوازنا. ماشي يا فندم، ممكن بس البطاقه؟ اه طبعا. ماشي اتفضل. شكرا. اتفضل يا فندم البطاقه. ميرسي. المفتاح يا فندم. الجمال والجودة دي. تشير. ما تكلميني بقى عن حلاوتك شوية. دينا. دينا.
اعمل ايه يا عمي؟ تعمل كتير يا كريم. بصراحه يا ابني انا مصدوم فيك. طول عمرك حتى وانت في عز شقاوتك راجل وبتفهم في الاصول. غلطتي انا عارفها. انا بقالي كتير بعيد عن ربنا واديني بدفع الثمن اهو. يا ابني انا زمان ياما عرفت ستات مشينا وتفسحنا، مشينا في وسط البلد، رحنا السينما، انما اغضب ربنا بالشكل ده؟ لا يا ابني لا. الحاجه دي بتجلب الفقر. وبعدين دلوقتي انت متجوز، عايز تعرف ستات ليه؟ وتخون ليه؟ بقى تخون مراتك اللي هترافقك بقيت عمرك واللي هتجيب لك ابنك ليه؟ كما تدين تدان يا كريم. فاهم يا ابني؟ النبي يا عمي ما تضغطش عليا اكتر من كده، انا اللي فيها مكفيني. قول لي اعمل ايه بس؟ استغفر وتوب لربك عسى يرضى عنك. قوم اتوضى وصلي ركعتين لله يمكن يشفعولك، وتطلع على بيت مراتك تستسمعها وتعهدها قدام ربنا ان ده ما يكررش تاني ابدا ابدا ليوم الدين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طب والنبي يا عمي انا هضغط عليك، بس ممكن تيجي معايا المشوار ده؟ انا لا. خد مامتك وروح لها. يا استاذ كريم انا لما اديتك بنتي قلت لك دي جوهره، حافظ عليها وحطها جوه عينيك. اخس، هي دي اخرتها؟ هي دي تصرفات ولاد الاصول؟ يرضيكي كده يا حاجه ام كريم؟ لا طبعا ما يرضنيش. امال احنا جايين ليه؟ ما تقولي حاجه يا ست فتحيه. هقول ايه بس وابوها قاعد؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير ويكفينا يا اختي الشر والغدر. انا عارف ان غلطتي كبيره، كل اللي بتمناه ان ربنا يغفر لي وانتوا تغفروا لي. انتوا عارفين انا بحب دينا قد ايه. انا كل اللي بتمناه بس ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني. حضرتك اعتبرني زي ابنك. انا لو ابني هو اللي عمل كده انا كنت موتته بايديا دول. الرجولة أدب يا أستاذ كريم. من الآخر كده وبصراحة ومن غير لف ولا دوران، إذا كنت فاكر يعني عشان أنت بتساعدنا هتدوس على رقبة بنتي وكرامتها، أنا بقول لك لا. إحنا صحيح ناس غلابة لكن كرامتنا فوق في العلالي. وعلى العموم مش أنا صاحب القرار، هي صاحبة القرار. دقيقة واحدة. يلا يا مدينة. بالإذن يا أختي. اتفضلي. ما أنا مش عارف دينا لو ما وافقتش هعمل إيه. أنتِ وعدتيني إن أنتِ تساعديني. حاضر. بس المهم تكون استوعبت الدرس كويس. طلقني. لا 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 ابعد عني وياك تلمسني. طب اسمعيني بس. مش عايزه اسمع حاجه، مش عايزه اسمع غير كلمه الطلاق. اسمعي بس الراجل عاوز يقول ايه. بس يا ماما. ده رايي يا دينا. طب اعملي لي حساب، اسمعي اللي هقوله لك كريم. ولا مجيتي دي بقى ملهاش خاطر عندك؟ لا يا طنط، انت لولا مجيتك دي انا ما كنتش خرجت من اوضتي. بس انا ما استاهلش كده من كريم، ولا انت ايه رايك؟ استني يا بنتي. بس يا ماما بقى. استني لما نسمع هيقول ايه. الكلمه دكتور. انا بجد ندمان وبعتذر لك على اي تصرف غلط حصل في حقك، ومستعد احلف قصادكم دلوقتي ان ده عمره ما هيتكرر. ياه خلصت كلامك؟ هو ده بقى الكلام اللي كلكم عايزين تسمعوه؟ طب طلعني يا كريم. انا مش عايش مع واحد خاين ورمرام زيك. انا لازم اطلع دلوقتي. مالك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي بيدي تغطي عليها دي. ما انت لازم ترجع عشان خاطرنا. انا مسلمه منها.
أرجوك يا دينا طبعا رجع لحاجة زي كده. أبوس إيدك. لازم ترجعي تاني لسليمان. امسك يا سولي، شوط لبابي. يلا برافو عليك. يلا يا ولد. بص يا حبيبي، ما تيجي تشوط الكوره؟ ها شوطها بوش رجلك كده. اوكي هتبقى ميسي بجد. شوط كده ماشي. يلا وريني شكلك بطيخه يا سولي. فعلا عادي، انا كنت متوقع ان كل ده هيحصل. لا لا مش مهم خالص. طب نتكلم بعدين. باي باي دلوقتي. عمرك ما هتتغير يا كريم، عمرك ما هتتغير. كريم كريم. ايوه اطلع يا كريم. بلعب مع سليم شويه بس، خمس دقايق. كريم ممكن تطلع حالا؟ يا مامي مالها، متجننه ولا ايه؟ تعال اوبا. مستني نرجع نلعب تاني. شكلها عصبيه قوي. ايه يا حبيبتي خير؟ زعاي كده ليه؟ مين صاحبة الرقم ده؟ رقم مش مسجل، معرفش مين. سليم خش اوضتك حبيبي. يا عيني على البراءة، واحدة بعتلك مسج تقولك وحشتني يا كوكي، وحشتني شفايفك، وعايز اسافر معاك السخنة زي زمان، ما تعرفهاش صح؟ واضح قوي من الرسالة ان دي كانت علاقة قديمة وماليش بيها أي اتصال. لا تصدق اقنعتني؟ الكلام ده تروح تقوله لواحدة تانية، واحدة ما قفشتكش في أوضة مع ست قبل كده. ملوش لازمة بقى الكلام ده، ما أنت عارفة كويس قوي إن أنا بقيت بني آدم تاني. الحقيقة التغيير واضح جدا، واضح جدا كمان إن الرسالة دي مش موجودة أساسا. أقول لك الرسالة دي فوتوشوب. أنت هتفضلي بقى كده في سخرية طول الوقت؟ وكمان أنت بقى مرة إيه تمسكي تليفوني أصلا وتفتشي فيه؟ أنا بمسك تليفونك وفتش فيه؟ وتمسك تليفوني بتاع إيه؟ كنت قفشتني في حضن راجل قبل كده؟ احترمي نفسك واتكلمي عدل. اضربني كريم. يلا اضربني. ما أنا ما بقتش أستبعد منك أي تصرف. واحد بقى مجنون خلاص، الستات واكله له دماغه وتافه. تضربني انت؟ بتضربني انا؟ انت اتجننت؟ اخرسي بقى، ما ينفعش سليم يشوفنا كده. حبنا قوي، خايف على سليم قوي. يا اخي بطل تمثيل بقى، انت الشريف دي والمصحف الشريف ما اعرف عنها حاجه. انا مستعد اكلمها دلوقتي وافتح السبيكر عشان تعرفي ان انا مش اي علاقه بيها. انا مش قاعده لك في البيت يا كريم، طلقني بقى. حرام عليكي بقى. يا دينا أنا كنت مظلوم في الموقف ده يا دينا، لكن كان ممكن أكون أهدى من كده. كان لازم أستحملك أكتر من كده، بس أنت غضبك وقتها كان علشان بتحبيني وبتغيري عليا، وكنت بتخافي من غلطاتي القديمة معاكي. لو كنت أعرف إن هيجي يوم وأقعد فيه قدامك كده وأنت في الحالة دي، تهيألي عمري ما كنت ضايقتك لحظة في حياتي. فوقي يا دينا، فوقي، أنا مش ممكن أعيش من غيرك. دكتور أحمد، دكتور أحمد، دكتور أحمد. في إيه يا كريم؟ طب ده القلب اتلخبطت خالص. بسرعة. ليه؟
كريم انا مش هضحك عليك، احنا اصحاب. الحاله وضعها سيء جدا. الليله دي بس تعدي على خير، بكره ان شاء الله في كونسولتو تقيل قوي هيكشف عليها. تعالى يا كريم. يا بن عاد ربنا دلوقتي، هي تستاهل انها تعيش. انا متاكد ان ربنا ينجيها، متاكد ان شاء الله. نخش اقعد معايا شويه. اتفضل. تروحي مني في الوقت ده وفي الفترة دي بعد ما انا اتغيرت وبعد ما علاقتنا استقرت وحياتنا بقت احسن من اي وقت فات؟ من ساعة ما سافرت المؤتمر ده وانا قلبي مقبوض، كنتش مرتاح، كنت قلقان عليك قوي مش عارف ليه. دلوقتي بس عرفت ليه. يا كيمو انت فين؟ بقالي ساعه بكلمك تليفونك مقفول. انت نايم ولا ايه؟ نايم ايه؟ انا مش عندك اصلا. مش عندي ايه؟ انت نزلت نادل من غيري؟ انا نزلت خالص، انا في القاهره، مشيت من دبي. نزلت ليه مصر بس يا كريم؟ ده ايه الرخامه دي؟ ما خلص المؤتمر خلص وما عنديش اي التزامات تانية، قلت انزل اقعد بقى مع مراتي بدل ما هي قاعده في البيت لوحدها كده. والله انت بتهرج يا كريم. ده انا قلت خلاص بقى هنعيد امجاد زمان، ده انا حتى معايا شويه بنات. ايه كارثه. الله يخرب عقلك. لا يا عم انا تبت، انت عارف كويس قوي ان انا عهدت ربنا اول ما رزقني بسليم ان انا ما اعملش اي حاجه. كمان يا اخي انا مبسوط كده، مش عايز ازعل دينا. وعلى فكره هي انا كمان عامل لها مفاجاه، يعني هي ما تعرفش ان انا نازل النهارده، هي فاهمه ان انا نازل الاسبوع الجاي. غلطان، اليومين اللي جايين دول فيهم بيزنس زي الفل. ده انا كنت قاعد مع صاحب اكبر مستشفى هنا في دبي وكان هيموت ويقعد معايا. والله لو ايه. وفايتك كمان المزز بتاعت النهارده، اعيش معاهم انا بقى لوحدي. كلمهم لك ان شاء الله مراتك هتقفشها بعد الشر يا سيد. سلام. يلا باي باي. يا بيتنا دي الليله دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا غير مين؟ مين ايه؟ انت مستنيه حد غير يا هانم ولا ايه؟ كريم؟ حبيبي 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 حبيبي. المفاجأة الحلوة دي وحشتيني قوي. انت كمان قوي قوي. طب يلا نخش. يلا تعالى. انا كان وحشني الاكل من ايدك اصلا، مع ان اكل الاوتيل كان حلو، كنت كل ما اكل اي حاجه حلوه اقول يا ريت دينا كانت تبقى معايا. طب ايه الفرق بقى بين اكلي واكل الاوتيل؟ لاكلك انت احلى طبعا. يا سلام. على فكره ما بقتش اتبسط غير وانتوا معايا، اي سفريه بعد كده لازم اجيبكم معايا. انت بتبص لي كده ليه؟ شكلك زي القمر النهارده. مش النهارده بس، انا زي القمر على طول. وبعدين تعالى هنا، عايز تفهمني ان انت في دبي ما شفتش ستات حلوه خالص؟ ما شفتش ستات اصلا. ليه ان شاء الله؟ هجروا؟ ما بقتش اشوف ستات غيرك يا حبيبي. ماشي، غلبتني، مش هعرف ارد عليك. بس على فكره بقى، انت ما سالتش على سوري لغايه دلوقتي. انا عارف هو فين، عند ماما. لحقت قالت لك؟ ما انا اللي متفق معاها، انا اللي مرتب كل ده، نقعد مع بعض لوحدينا شويه بقى. بجد يا كريم؟ بجد. انت مش معقول. يا نهار اسود. ايه خير في ايه؟ سعاد. سعاد ايه؟ صاحبتك؟ انا لازم اكلمها دلوقتي حالا. طب خير؟ طمنين. مفيش، جوزها المجنون يا سيدي اتخانقت معاه وقررت تسيب له البيت وتجيب بات هنا. وبعدين انا لما شفتك نسيت كل حاجه. لا ابوس ايدك الحقيقه.
بتكلم اهو، ربنا ما تكونش نزلت بس. يا رب. ايوه سو، ايه حبيبتي انت فين؟ نازله من على المحور؟ لا 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 خالص، انا بكلمك اطمن عليكي، بشوف يمكن تكوني كسلتي عشان الوقت اتاخر. لا يا حبيبتي تعالي على مهلك، انا مستنياكي. باي باي. كريم انا اسفه، انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. معلش يا حبيبتي، حظي وحش. احنا عندنا بكره اليوم بطوله، وكمان انا جاي من السفر تعبان ومرهق. لا انت بتقول لي كده عشان ما ازعلش، بس انت حط نفسك مكان، يعني اعمل ايه؟ هي جايه من دقي مخصوص والوقت اتاخر، اكيد مش عقولها تلف وترجع. لا ما يصحش طبعا، انا ما اقدرش بكده. طب انا عارفه ان انا دمي تقيل قوي، بس انا عايز اعرف انت هتعمل ايه دلوقتي؟ اصلا هي لو شافتك هتبقى في نص هدومها. هتعرف هتعرف. المهم خليها تخش كده وتغير هدومها وناموا انتوا في الاوضه اللي فوق، وانا هنام في الاوضه اللي هنا. انا بجد مش طايقه نفسي دلوقتي، ولا انا لما قالت انها تيجي تبات معايا اتبسطت وقلت بدل ما اقعد في البيت لوحدي. بس هي تمشي على 8:30 9، هي قالت لي عندها مشوار. خلاص يا حبيبتي انسي الموضوع، بكره عندنا اليوم بطوله. انا هخش اقعد في المكتب كده ربع ساعه على النت وبعد كده بخش انام. كريم انت مش زعلان صح؟ لا يا حبيبتي. انت عارف ان انا بحبك قوي؟ انا اللي بموت فيكي. كريم. فكرة مراد مش بيقولك لو عاوزت اي حاجة كلمه في التليفون. طب انت ايه نظامك؟ هتروح ولا هتبات هنا؟ لا هبات هنا، هفضل جنبها. طيب على العموم انا قدامي ساعتين وحمش، دكتور اشرف كمال هيمسك مكاني. انا فهمت كل حاجة عن الحالة. ايه رأيك انت في شوية دول تروح البيت تلبس حاجة تقيلة عشان الدنيا بردت؟ انت عندك حق، انا كده كده لازم اطلع البيت اجيب تليفوني وتليفون دينا وكمان اجيب شوية فلوس. بقول لك يا احمد انا مش هتاخر شويه وارجع، بس ارجوك اقعد جنبها. تلاش. حاضر. Thank you.
أنا أسفة يا كريم. أيوة أسفة، لأني مش الملك اللي أنت كنت فاهمه. أنا كنت أسوأ إنسانة ممكن تقابلها في حياتك، بس أنا هاخد العقاب اللي أستحقه لأني إنسانة خاينة. خسرت دنيتي كمان آخرتي. ديما مالك مكشرة النهاردة وجوزك شبرين؟ في حاجة مزعلاكي؟ أنا ما بحبش الزعل، قوليلي أنت عايزة إيه وأنا ريحك. أنا محتاجة 2000 جنيه ضروري. بس كده؟ طيب سبقيني على المخزن. الواد استوى على الآخر وطلب يتجوزني النهاردة، وهو ده الموضوع اللي كنت عايزك فيه ضروري. شفت دماغ السم؟ أنا لو كنت سمعت كلامك دلوقتي وسبتك تقلبي زي العبيطة في 3-4000 جنيه، مش كان زماننا خسرانين فرصة العمر دي؟ يعني أنت مش متضايق إن أنا أتجوزه؟ متضايق؟ علي النعمة، أنا لو بعرف أزغرط كنت قمت عملتها. بعدين بتاعت قدر واتفتحت لنا، لو انت تتجوزيه واحنا زي ما احنا، واحنا سنين مقرطسين الناس دي كلها، يعني جات على الواد السيس ده. ايوه بس انا بحبك انت عبد الله، مش عايزه اتجوز حد تاني، انت حب عمري. يعني انت مش متضايق ان انا اتجوز حد تاني؟ وانت تتجوزيني تعملي بيها ايه؟ نشحت على بعض انا وانتي؟ وبعدين ما انا تقدمت لك وابوكي هو اللي كرشني، ولا نسيتي؟ الواد ده تتجوزيه سنه ولا اتنين نقلبه فرشين حلوين، بعد كده تتطلقي. بعدين انا لما اتقصت عليه طلع بتاع نسوان، يعني مصيره هيخونك، وساعتها نمسك فيها وتتطلقي ونبقى مع بعض بقى، بس واحنا تقال. طب وده هتجوزه ازاي؟ ها؟ يعني ايه ازاي؟ يعني احنا كنا بنايل ايه دلوقتي يا عبد الله؟ واديك قلت بعظمة لسانك انه مش هقبله بتاع نسوان، يعني هيقفشني. لا ما تشيليش هم من الحته دي. قبل الفرح باسبوع اخدك ونطلع على الدكتور عجب، وهو يرجعك صخ سليم من كرتونتك. مالك بقى؟ في ايه؟ هو انت يا عبد الله عمرك ما حبيتني؟ انت مش غيران عليا؟ دينا حبيبتي، انا فتحت عيني على وش الدنيا وانا بحبك من واحنا عيال صغيره، انما حب من غير فلوس مش هيعيش. اسمعيني، انا هستحمل على نفس وضع انا كارهه، بس هتعرفي في الاخر ان انا بعمل كل ده عشان خاطر حبنا يعيش ونبقى في الاخر مع بعض. عارفه يعني ايه مع بعض؟ حاضر يا روحي.
طب يا قلبي زفت اللي عندك ده نزل ولا لسه؟ خمس دقايق ونزل على العيادة. أول ما ينزل أكلمك. وحشتني أوي يا بيتو. معلش بقى قلبي، كيس القماش بقى غالي أوي من دول، وأنت عارفة أنا ما بعرفش أشرب غيره. أموت وأعرف بتخلصه مع مين ويلي. قاموا ستي. أنا عايزك بكرة في الشقة الساعة 8، ها؟ متأخريش. مش هينفع يا عبد الله، كان يبقى وجود ما تهينيش من الناس خالص. لعن أبوه، ما تتصرفي. أقول لك إيه، ما تشنجنيش عليك. حاضر حاضر، اهدى على نفسك شوية. يعني الشقة دي خلاص؟ شقة؟ أقول لك البيت جاله أمر إزالة، يعني هيقع. وهنعمل إيه دلوقتي؟ هنتقابل فين؟ أنا عارف بقى. وانت اللي من ساعه ما اتجوزت وعماله تنقطيني بالفلوس، مش عارفه تطلعي منه بمبلغ كويس. كان زمان عندنا شقه محترمه دلوقتي تلمنا. يا شيخ حرام عليك، ده انا بديك كل شهر مش اقل من 10000 جنيه، وبقعد اخترع لكريم 100000 فيلم عشان اقول انا صرفتهم فين، وانت برضو بتصرفهم على الزفت اللي احنا بندفعه ده. اوه، وانا اعمل ايه يعني؟ وانا لازم اشرب زفت مخدرات عشان اعرف انسى ان بتنامي في حضن واحد تاني غيري؟ انا مقدرش استحمل ان انا مشوفكش لوحدين. فكري في ايه؟ ودي عبد الله، قوم اقف كده. هتصوريني ولا ايه؟ ما تقوم توقف، انت هتستظرف. خلاص انت غاويه تفصلينا، خلاص جنين اهو، وقفت اهو. وقف عيد. ايه رايك؟ فاكر البت سعاد رضا المنقبة صاحبتي؟ اه مالها؟ انا بقى ممكن ادخلك البيت على انك هي وكريم مش موجود، وهو عارف انها صاحبتي قوي، تطلع وتنزل بالنقاب براحتك، وعارف انها لا بتسلم على رجاله ولا حتى بتتكلم معايا، واقصر منك حاجه بسيطه. ايوه بس اللي بتقولي ده خطر، مصيبه يعني. لا مصيبه ولا حاجه. كريم ما بيقعدش في البيت فترات طويله، وكمان ما بيشكش فيا خالص، وانا بقى ممكن اعمل اي حاجه عشان اشوفك انا وانت لوحدي. لا طب بقول لك ايه، ما تيجي نودع المولى الوداع الاخير، نخلص الجوينت الاول. جوينت على النعمه فقري. اول ما تطفيوش يا عبد الله. بس بقى مش سيبك. اوعي امسكي. تعالى اقول لك حاجه، بس اقول لك البيت هيقع. كلمك كانت رساله لكريم، وبص لقيت بنت كده عماله تتميص عليه، كنت اعمل عليه فيلم عشان اظبطه شويه، بس قلشت بقى اصله سبت. الله 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 الله، ايه طعم الحنيه ده يا بت؟ انت ايه بتغير عليه ولا ايه؟ انا ما بغيرش غير عليك انت وبس يا عبد الله. الاو الاو، وحشتينا يا بت. بس بقول لك ايه، هي الطلعه بتاعت البت الاوكرانيه دي اللي اتزل فيها صح؟ وعلى العموم مش انا صاحب القرار، هي صاحبة. دقيقة واحدة. يلا يا مدينة. بالإذن يا أختي. اتفضلي. أنا بقول كفاية كده، لا يزعل ونخسر كل حاجة ونبقى بنقفل حنفية فلوس مفتوحة. كفاية الفلوس اللي بيديها لي كل أول شهر، وأديكي شايفة اللي بعوزه بطلبه. ولسه جايب لنا ال سي دي. ايش قلبك طيب قوي كده وخايف على ال سي دي؟ انا عارفه بتعامل مع الاشكال دي ازاي. اديك شايف قاعد بره مبلول. بقول لك ايه، دوس عليه براحتك، انا في بطني عيل منه. بقول لكم ايه، انا هخرج معاكم دلوقتي، بس انا كل ما شد انتوا تروحوا. ثانية واحدة، شكلي حلو؟ عمر 14. طب ادخلي في عيني بقى عشان اعيط. يبدو اننا ندخل على مشاكل كبيره في التنفس. مساله وقت يا دكتور. الدكتور كريم فاهم ده طبعا. اكيد.
دكتور رشاد قال له حاجه زي كده اول لما وصل، خصوصا لما قال له ان في استحاله لامكانيه اي تدخل جراحي في التوقيت ده بالذات. بعد 4 سنين جواز اول مره احس ان في حاجه اتحركت جوايا ناحيه كريم لدرجه اني ما كنتش طايقه عبد الله. ازاي انا حبيت انسان زي ده؟ ازاي سبته يسيطر عليا ويعملني كده؟ وادي النتيجه. يا عبد الله وصلت فين؟ يعني المصايع وادخل على كتب. وحشتينا يا مزتي. وانت كمان مالك كده؟ مش محسن انك مبسوطه اني جاي؟ انا مش المره دي بس، على فكره بقالك فتره كده مش عجباني. انت ليه بتقول كده؟ يعني حتى دلوقتي بترد عليا من تحت درسك؟ لا تحت درسي ولا حاجه. ماشي ماشي يا دينا، انا جايب نفسي دلوقتي واشوف اذا كان عادي ولا مش عادي. طب بقول لك ايه، وانت داخل ما تنساش تلبس النقاب. مش معنى ان كريم مش موجود ان انت تدخل كده عادي. يوه انت حكايتك يا بنت، انت في ايه؟ في عبد الله مالك؟ ما انا بقول لك انك مش مظبوطه. بعدين سيزيفت بتاعك ده كل شويه تجيبي لي سيرته في جمله مفيده. هو انا قلت ايه يا عبد الله؟ مش معنى ان كريم مش موجود ان احنا نستهتر. لينا انت فهماني وانا فاهمك. ده انا مزانك يا بنت، انت تربيت ايدي. في حاجات بتحصل انت مش واخده بالك منها، بس انا مركز قوي قوي يا دينا. حاجات زي ايه؟ خلي بالك عشان كريم، اصل كريم هياخد باله. اصل كريم بيعاملنا حلو اليومين دول. كريم كريم كريم، ايه حنيتي ولا ايه؟ انت زمان ما كنتيش بتطيقي تجيبي سيرته، ايه اللي حصل؟ بقولك يا عبد الله، انت جاي من البلد التانية عشان تتخانق ولا عشان تتبسط؟ اتمسى وقول يا مسا. ماشي يا دينا هتمسى، اما نشوف هنتبسط ولا لا. سلام. سلام. مين؟ مين ايه؟ مستنيه حد غيري تاني يا هانم ولا ايه؟ كريم؟ حبيبي 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 حبيبي. ايه يا عبد الله؟ بقول لك ايه؟ كريم عمل لي مفاجأة وما كانش قايل لي وجه، وهو اللي قال لأمه تاخد سليم. فلف وارجع بقى عشان الليلة خلاص باظت. نعم روح امك. وانا بقول لك جالك من اسكندريه عشان تقولي لي الليله باظت وعامل لي مفاجاه. وانا اعمل ايه يعني؟ وانا كنت اعرف يعني انت ببساطه كده دلوقتي بتقولي روح عشان انا حتى بقول لك ايه، بلاش الاسلوب الزباله ده، ما تخلينيش اعلي صوتي وكريم في البيت. وبعدين هو ده مين؟ مش جوزي؟ جوزي اللي انت اصريت ان انا اتجوزه جاي دلوقتي تقول كده؟ انا اسلوب زباله دينا؟ طب ورحمه امي؟ ورحمه امي ما هتباتي في حضن حد تاني غير الليله دي. بقول لك ايه، ما تخلينيش اجي لغايه عندك واقول له على كل حاجه. والله العظيم اقتله لو حاكمت. بعدين اظبطي كده، احنا اول مره نعملها ولا ايه؟ اكيد اتجننت خالص صح؟ المخدرات لحست نافوخك؟ الله يسامحك يا عبد الله، الله يسامحك. طب خلاص اسمع، انا هكلمك كمان شويه على انك سعيد. ما تفتحش بقك وما تردش على اي كلمه انا هقولها لك. بعد ما اقفل هبعت لك مسج تيجي ترن الجرس تطلع لفوق على طول. فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي بس بسرعه بقى احسن الدنيا ساقعه. وبعدين حضري حاجه كلها عشان جعان. سلام. خلاص مش بس بطلت احبك، انا بقيت بكرهك يا عبد الله. حياة امي لا تكون اخر مرة تلمسني فيها، بس عدي ليلة صورتي. ابقى ليه؟ يعني ابقى ليه؟ انت فاكرني ايه يا استاذ؟ ازاي تفكر حتى انك تتجوز واحده من المستوى ده؟ بس انا كمان مديكوا جوهره. طب بذمتك هلاقي فين واحده بعد الرمل ده؟ بقول لك صايع وضايع ومالوش مستقبل ومش الشخصيه اللي انا ممكن ابص لها خالص، بس في الاول وفي الاخر ابن خالتي متربي معايا. وده انت تليفوني بتاع ايه؟ كنت قفشتني في خط راجل قبل كده؟ ماشي، بص احنا يا سيدي.
معاه وقررت تسيب له البيت وتيجي تبات هنا. المهم خليها تخش كده وتغير هدومها وتناموا انتوا في الاوضه اللي فوق. وانا هنام في الاوضه اللي هنا. واضح من كلامك ان البت متربيه وكرامتها في السماء. لما شفت قدامك محترمه حافظه على نفسك وكرامتك لقيت انك ممكن تبقي افضل زوجه لك. أنا مش عارفة أنا فين ولا راح على فين. أنا شكلي كده بسيب الدنيا. الدنيا اللي كنت فيها وحشة وحشة قوي، مع إن ربنا اداني حاجات كتير بس أنا اللي ما استاهلش. كريم يا عمل لي إيه عشان أعمل فيه كل ده؟ خدعته من أول لحظة. عبد الله قوم الساعة بقت 12 يلا.
يلا يا عبد الله قوم يا ابني. عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، قوم كلمني. عبد الله، عبد الله، عبد الله، قوم. عبد الله صح. صوت. عبد الله، عبد الله، ما تخلينيش على الفتش. يعني ممكن يسمعني. نتفضح انا وانت. قوم قوم. بتكلم معايا زي ما بتكلم معاك. انت ما متش صح؟ بتهزر معايا؟ على فكره مش وقت هزار. عبد الله قوم قوم. لا لا دلوقتي. عبد الله قوم يا عبد الله. عبد الله ما تهزرش. رسوت. عبد الله، عبد الله، لا انت بتهزر معايا. وقوم دلوقتي، قوم من على السرير. عبد الله قوم وتنزل من روحي روحي. قوم. عبد الله اكيد ما قررتش تموت هنا صح؟ اكيد ما قررتش هنا يا ابن الكاين. قوم. وانا خبيتك انا ما كنتش عايزك تجيلي. سليم. عبد الله. يا عبد الله. يا عبد الله انا بيه. عبد الله بوس ايدك. قوم يا عبد الله. بوس ايدك يا عبد الله. والله انا يا بوس دلوقتي. لا عبد الله النبي قوم. قوم يا عبد الله. قوم النبي ما تفتحنيش. سلمي سلمي.
حتى ما